في هذا الاتصال المرئي الدكتور محمد بن سليمان بن حمد الغافري، طبيب أسرة ومجتمع، هو رئيس مركز بركة الصحي وعضو بالرابطة العمانية لطب الأسرة. أهلا وسهلا بك الدكتور محمد. أهلا وسهلا، وسهل الله مساءكم بالخير جميعا. حياك الله دكتور محمد، وطمنا أيضا على الأوضاع الصحية هناك في ولاية بركة بالتحديد، والتي تشرفون عليها من خلال مركز بركة الصحي فيما يتعلق بالإصابات أيضا بكوفيد 19. جزاكم الله خير، والله يعطيكم العافية على جهودكم في هذه التغطية لموضوع كوفيد 19. بالنسبة للوضع في ولاية بركة، هو طبعا إلى حد بعيد يشبه الوضع في أغلب ولايات السلطنة. في بعض الولايات سجلت إصابات كثيرة في لكوفيد 19 من الحالات المؤكدة في الفترة الأخيرة، وللأسف ولاية بركة كانت واحدة من هذه الولايات. على سبيل المثال، في آخر أسبوع فقط تم يعني زادت عدد الحالات الإصابة أكثر من 30% من مقارنة بالفترة السابقة. يعني خلال فقط أسبوع واحد تم تسجيل نفس العدد اللي تم تسجيله في آخر في أول 4 أشهر من بداية الجائحة في السلطنة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حتى إلى الآن وزارة الصحة تسجل 2806 حالات هناك في ولاية بركة. هناك أيضا 14 حالة وفاة بهذا المرض في ولاية بركة. فأكيد أنت تتكلم عن أرقام أيضا على مستوى الولاية تبدو كبيرة. طيب دكتور، كيف تتعاملون أيضا مع هذا الوضع، مع المتطلبات من العناية الصحية للمصابين بهذا المرض؟ والله يعني دائما الأجهزة أو المؤسسات الصحية الحين تعمل ليلا ونهارا على مدار الساعة 24 ساعة لمواجهة كل تبعات هذه الجائحة. الحمد لله النظام الصحي إلى الآن، ورغم هذه الزيادة الكبيرة جدا في عدد المرضى، قادر على استيعاب كل هذه الحالات، ابتداء من الحالات البسيطة. مثل ما نعرف احنا، أغلب المرضى يمكن ما بنسبته 80 إلى 90% يعانوا فقط من أعراض بسيطة من الإصابة بمرض كوفيد 19، لكن 10 إلى 20% ربما تكون الحالات فيها يعني متقدمة أو متوسطة. إلى الآن ولله الحمد يعني على المؤسسات الصحية تعمل بكفاءة جيدة وممتازة وتسيطر على كل الأوضاع فيما يتعلق بموضوع الجائحة. نعم، كيف تتابعون المصابين طبعا المعزولين الآن، وأيضا كيف توصلون لهم كافة النصائح الطبية المتعلقة والإجراءات الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها لحماية أيضا من هم حولهم من انتقال العدوى؟ والله هذا سؤال جيد، لأن موضوع متابعة المصابين أو حتى المخالطين هذا جزء كبير جدا من السيطرة والعلاج الجائحة. موضوع متابعة هذا المرضى يعني يتم عن طريق عدة أساليب، واحدة منها مثلا أنه يتم الزيارة الميدانية أثناء فترة التقصي الوبائي لمنازل المصابين ومعاينة ظروف معيشة هؤلاء المصابين. وسيلة أخرى تتم عن طريق الاتصالات اليومية أو شبه يومية للمصابين والاطلاع على حالتهم. الحين تم استحداث طرق أخرى جديدة مع زيادة عدد الحالات المؤكد إصابتها، منها مثلا عن طريق الرسائل، التواصل عن طريق الرسائل أو عن طريق برنامج ترصد بلس. هنالك خدمة يتم التواصل مع المريض بشكل يعني يومي أو آلي أو تقني، مباشرة المريض يمكن يحدث حالته الصحية عن طريق برنامج ترصد بلس. واستخدام التقنية للأمانة في مثل هذا الجانب ساعد بشكل كبير جدا في التواصل مع المصابين بالمرض. تحية لكم دكتور محمد بن سليمان بن حمد الغافري، طبيب أسرة ومجتمع ورئيس مركز بركة الصحي، عضو أيضا بالرابطة العمانية لطب الأسرة. كل هذه الجهود المقدرة تحية لكم ولجميع العاملين في القطاع الصحي. متابعينا الأعزاء، نتواصل معكم في من عمان، الجانب الصحي والنفسي متواصل معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. وضممت قلبك.